لها وهو عارف ان هي كسبانه. لما جه الوزير محمود محي الدين وزير الاستثمار لما جه يبيع الشركه واتكلمنا معاه في الموضوع، قال لك انا عندي حللها بتحليل غلط جدا. قال لك انا عندي 5 بنات ماشي، بنت حلوه والاربعه وحشين، فانا هجوز الحلوه الاول علشان الاقي ارسال للاربعه الوحشين. تمام. فطب دي شركه كسبانه، طب ما كان من المفروض لو انا راجل عندي عقليه اقتصاديه صح ودارس في امريكا زي ما انت بتقول يا وزير الاستثمار، شركه زي ديت كانت بتحط فلوس في البنك عائد او فائض بمعنى اصح، كانت بتصرف على المحافظه فائض بمعنى اصح من انتاجها وبعد قطع غيارها ورواتب العمال والكلام ده كله بعد كل ملتزماتها الى جانب تصنيعها القطع غيارها لبعض الشركات الثانيه زي المحل. الفلوس دي كانت بتضاف في البنك كوديعة. كان المفروض انت خدها واستثمرها في شركة زي شركة كفر الدوار وعيد هيكلتها، واما الشركة تشتغل هتفتح فرص عمل، واخد بالك، للبطالة اللي موجودة بره. خد من مكسب الشركة بتاعت كفر الدوار بعد ما تشتغل ورجع تاني الفلوس لغزل شبين، او خد وعيد هيكلت مثلا شركة زي شركات طنطا، الشركات اللي هي خربت، ورجع تاني صناعة الغزل لمصر زي ما كانت الاول. مصر لحد النهارده الدنيا كلها بتشكر في مصر وفي القطن المصري اللي هم نفوا البذره بتاعته ومحدش يعرف هي فين. طب هم ليه عملوا كده؟ طيب هم ليه عملوا كده؟ اساسا يا فندم ان هم يدمروا صناعه الغزل والنسيج في البلد. بمعنى شركه زي دي بتعداد المكن اللي فيها دلوقتي، وانت بتشوف دلوقتي مرحله واحده بس او واحده انتاجيه واحده، ادي نوعين من المكن حضرتك شفت المكن اللي شغال ده، المكنه ده بيستخدم منها بيفك قطع غيار بتاعتها يشغل بقى كده اللي هناك، لانه دلوقتي ما بقاش يستورد اي قطع غيار، وخلص قطع الغيار اللي الشركه القابضه سلمتها له في المخازن، فهيجيب قطع غيار منين؟ ياخد من هنا ويشغل بقى المكن الثاني. خلصت المكنه وخلص قطع غيار تتغطى المكنه وتتفك وبتتباع في الأرض. يعني الهندي ما جابش اي مكن جديد خالص. ما جابش اي مكن جديد. لا 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 لا، في حاجه سامحني لسه ما اتنقلناش لمرحله المكن الجديد. انا هوريك عينه المكن اللي الهندي جاب. المكن ده كان مستعمل عنده في المصانع بتاعت تركيا. انا واحد من الناس ركبت 7 مكنات تمشيط في مصنع من المصانع بالظبط، قعدوا في بعد ما تركبهم اشتغلوا حوالي 3 شهور وبداوا يقفوا فترات متقطعه ويشتغلوا حوالي مده سنه، ولما انا من المفصولين ولما رجعت الشركه ببص بسال على المكن قالوا لي ده اتشال. طب راح فين يا جماعه؟ قالوا ده اتباع خرده. المكن اتباع خرده. طيب المكن ده اتباع خرده ازاي؟ المفروض هو بيبيعه لشركات بتاعت غزل بتاخده تشغله، هو بيبيعه بالطن وهم بياخدوه يشغلوه، معنى كده ان المكن ده سليم. ده برضه من ضمن الخراب قطع الغيار اللي هم بيفككوها من المكن ويحطوها في مكن تاني. ليه؟ لان هم دخلوا على غرف الصيانات الموجوده في المصانع كلها. موجود هنا مكانه فاضي قطيفه زي دي، دخلوا على غرف الصيانه اللي موجوده في المصانع كلها في حسام. تمام. لموا قطع الغيار اللي موجوده، كل غرفه صيانه كانت تعتبر مخزن للقسم اللي هي فيه، كل قسم للصيانه كان بيعتبر مخزن لقطع الغيار الموجوده فيه، على اساس ان هو ما يروحش المخازن العموميه ويصرف يصرف قطع غيار وكلام منه. فكان بيبقى عنده مجموعه من قطع الغيار، لموا كل قطع الغيار الموجوده في غرف الصيانات وباعوها خرده. طيب مكنه عطلت ومحتاجين ترس، نعمل ايه؟ وقف مكنه وفك منها. وقف مكنه وفك منها، يفضل ياخد من المكنه لحد ما تبقى عباره عن جسم صاج. فقط لا غير. يبدا هو يدخل يشيله بالكلارك ويبيعه على انه لط الكيلو ب 170 قرش. مع العلم يا استاذ حسام ان المكنه دي بحالتها دلوقتي دي اللي حالتها المدمره اللي ما تنفعش للشغل دلوقتي في ايدين عمال الصيانه لمده 3 ايام، وانا ممكن الشركه بمجرد ما اشتغل دلوقتي ادي احدد معاك ميعاد بعد 3 ايام هتيجي تلاقي المكنه دي اشتغلت. قطع الغيار اللي الهندي خدها واستعملها في مكان ثاني بتتصنع عندنا هنا في الورش. عمال الصيانة بيصنعوها في الورش.